هاد الفقيه يلاه صلى بالناس، حتى وقفات عليه بنت كتقول لي ما عنديش فين نبات، خليني نبات في الجامع. الفقيه في الاول ما غاديش يبغي، ولكن ملي بقى كيفكر غادي يزرب ويقول لها مرحبا وغادي يخليها تبات معاه في الجامع. والمفاجاه في الصباح الناس كتصدموا بالبوليس كيطوق الجامع حيت وقعت مصيبه حتى شي حد ما كان كيتوقعها من الفقيه. كما العاده الفيديو ما خدامش. السلام عليكم خوتي والحباب والناس اللي تعرفوني وعزيز عليهم. في واحد الفيديو قلت لكم اللي كتستاهلوا بوكي ديال الورد على الدعم ديالكم والكلمات الزوينه، جبت لكم هذا البوكي ديال الورد اللي كله احمر معزول وريضه وريضه الاخوان كعربون محبه والشكر لكم. منو تقبلوا مني الاخوان واللي شاف هذه اللقطه يخلي كومونتير يوصف بها المحتوى ديالنا ويقول لنا شي كلمه زوينه شجعنا بها. تحياتي لكم وفرجه ممتعه. لافير ديال هذا النهار غتحطنا في بوزنيقه في قايه ديال واحد الجامع سميتو عثمان، شاب قارئ قران كيصلي بالناس ما عنده لا مع لا غوش لا مع لا دروات، كيمشي في طريقو كيصلي بالناس كيشدك الجامع، الناس سايقين فيه عارفين باللي بواه اللي قبلو داز قبل منو السميه ديالهم والسمعه ديالهم هي التاج ديال راسهم. ولكن كما كتعرفوا اخوتي العزاز حتى شي واحد في هذا الكوكب يعني ما تيسلم من البشر ومن شر الخلق. هذا فقي عثمان كان يعني يلاه ضرب 30 عام، يلاه مؤخرا فاش كان تزوج ولا يلا بدا مع واحد بنت الناس وشادين الحياه ديالهم، ساكنه قريب تما الجامع ما بعيدش بزاف. الحاجه اللي غتبدل ليه حياته غتوقع في واحد الليله، هاد الفقيه غيصلي بالناس الجامع كيبقى هو الاخر في الجامع، من بعد كيسد وكيمشي فحالو. هذيك الليله يلا سد الجامع غيدور يمشي فحالو حتى كتوقف عليه واحد الدري تما حد الجامع حد الباب ديال الجامع، فاش كيشوفها يقول لها بنتي ما كاين باس. الدريه كلها كتبكي مخلوعه تسلطات عليه تما، غادي يسولها غتقول لي سميتني امينه، الدريه كتبكي مخلوعه يسولها مرا غتقول لي عندها 17 عام، يعني جاب دري تما في ذاك الليل وتما في بوسنيقه. هاد الفقيه غيسول البنت يقول لها مالك بنتي مالكي ما كيفاش الحاله شكون دار لك الحاله هادي، والدريه غتعاود الفقيه كلشي قصه من الاول. غتقول لي انا ماشي بنت هنا، انا من سيدي سليمان، هذا واحد الشهير تعرفت على واحد الدري وبقيت معاه كل نهار غنخطبك غنتزوج بك صافي، ودخلت معاه في علاقه. من بعد ولا كيقول لي نخرجوا نديروا دويره ونجيو وصافي، بقى كيقنعني ركبت معاه في الطوموبيل جينا نضربوا دويره ونرجعوا. ولكن ملي جينا قول ابني خذ داك الشيء اللي بغا وهرب وخلاني هنايا، وانا دابا راه محنسره والديا كيصونيو ليا وانا ما نقدرش نجاوبهم ما عرفت من نقول لهم راني مخلوعه. قبل ليا الجامع هو امن بلاصه اللي نقدر نلقى فيه شي حل ولا نبات فيه غدا الصباح ليلة هذا، وخفت على راسي. والقصه اللي قالتها الدري غتاثر في الفقيه مزيان، وخصوصا انا كنت يعني شاد واحد المنصب يعني امام ديال الجامع ولا اصلا تفقي كتصلي بالناس، ديما يعني الناس كيتجهوا لك باش تنصحهم باش تصالح الناس، كتكون يعني ديما الانسانيه عندك زايده نغزه وكتبغي دير الخير فغالبا تخدمها بالعاطفه قليل يعني فين كتبقى تتحقق، وخصوصا دري بحال هذيك واقفه عليك فغتبغي دير اي حاجه باش تعاونها. عثمان غيسول الامين يقول له عندك النمره ديال والديك؟ عنده معاهم اقنعهم متخمي من والو، غتعطيه واحد النمره غادي طاب بها غيصوني النمره كتصوني وما كيجيو تحت، عاود يصوني عاود ثاني كتصوني وما كاين حتى شي واحد، والنمره ديال الطريطه اللي غطريطو وانا نجيكم الهضره من بعد. ملي هاد الفقيه سالي نحولو مع الدريه النمره اللي عطاتو كيصوني ليها حتى شي واحد ما كيجاوبو، هو خاصو يمشي لدارو يعني ما يمكنش هو خارج يمشي لدارو يبقى مع الدريه تما. غايقول لها شوف ابنتي جبت شي حاجه الفلوس عطاها ليها، قال لها كيسيري طلبي زهره تلقاي المركوب والله يعرضك السلامه، انا خاصني نمشي عند وليداتي راه ما عندي ما ندير لك. وهنا الدريه في سمعت الهضره عاود ثاني عطات البكا بقات كتبكي تما على الفقيه. قال لها شنو بغيتي ندير معاك؟ قالت لي انا طالبه حاجه واحده، انا نحل ليا الجامع نبات فيه الصباح بجي بحالاتي ما ندير حتى حاجه اخرى. فقيه يقول له ودي راه الجامع راه مش حاد بقى كيبات فيه حتى واحد، انت راه كي بنت الناس هنايا راه كله كيوشنو كيوسوس لي عقلو ما يمكنش نخليك. وبقات كتقنع فيه الدري تبكي عليه تبكي عليه حتى صافي مع راسو هذاك البيت اللي كيكون كيعطيو يعني الفقهاء والامام واحد البيت صغير كيكون ورا الجامع كيرتاحوا فيه الفقهاء. والفقيه جا في بالو ذاك البيت يعطيه لا تبات فيه الصباح يجي قبل الفجر يصيفط في حالاتها حتى شي حد ما غايجي بخبارو من يكسب الاجر ومن ما يخليش الدريه مشرده. غادي ديها مع الفقيه غيحل الباب ديال اللورد ديال الجامع غيوريها البيت غيقول لها شوف ابنتي عملي غنجي نودي الفجر راه غادي نحل لك غتمشي الله يعرضك السلامه شوف لها ما تجبي السطع ماشي. والدريه تقول لي صافي انا درتي فيا الخير هذا راه الله يرحمك والدين، انا ملي قبل ما يودي الفجر لقاني فايق نمشي في حالاتي ما نزيدش دقيقه. وهادشي اللي دار الفقيه خلى الدريه في البيت سد عليها نعس ترتاح شويه مشى للدار ديالو عاد مراتو الصباح قرب الفجر خاصو يجي باش يودن. جا حل هذاك الجامع طاق على الدريه جاوباتو الدريه فايقه اقول لها بنتي راه غنطلع نودن يلا نخرج معاك نتي هي الاولى ونجي راه قرب الاذان. ولكن الفقيه هنا كتصدم بهذيك الدريه كتشوف فيه وساكته قالت لي لا ايه لا واخا لا والو السيده عينيها تبدلو قالت لي فين غنمشيو السير الفقيه
خديتي داكشي اللي بغيتي قولي يلا نمشيو فين نمشيو. وهنا رفقي عثمان عرف راسو معامن، عرف المغزى من الاول وفهم معطل الفكره اللي باغي دير ليه الدريه. لا شوف الله يرضي عليك غادي تضيع وقتك معايا، هادشي اللي غادي فيه راه ما خدامش معايا، غنوضي الله يعرضك السلامه درنا فيك خير يلا توصلي. والدريه شنو غدير؟ غادي تنوض وغتبقى عاطيها الغواش، درتي ليا ضحكتي ليا فعلتي ليا، نتوما عارفين السيناريو واش فاش بنادم كيلوح عليك الباطل. ورفقي باغي كيحاول يسيس معاها، والدريه خرجت برا الجامع عطاتها الغوات والناس باغيين يجيو يصليو الفجر. وهنا الاخوان فين غدا الفيلم، الناس كيتجمع واحد كيتجمع على واحد، الموضوع شناهو؟ فقيه دخل دريه ومضاربو ياه قدام الجامع. هادشي يا الاخوان وهاد الباطل يعني كيمشي كيريبك، ما تبغيش الالد الاعداء ديالك. تجمعو الناس دورو رفقيه تما ودي الدريه، المفاجاه جات تمراتو، مراتو يعني كتشوف واخا تقنع بشي حاجه، انت والدريه في الجامع شتشرح ليا ولا شتقول ليا؟ ولكن اللي صادف في هادشي ان ديك الدريه بان باه وبان تما معرفناهمش من جاو، تا هما جاو وشدو من بنتهم وعطاوها للغوت وهداك الشيء وهادي، وراه دار الحق على بنتنا ما غادي نسمحوا ليه غير ربي وغنديرو. فقيه واقف وسط داك الشيء وعا كيشوف، وماشي بزاف غادي يحضر البوليس وغادي يشدو فقيه ويدو ديك الدريه وتما الوالديه باش يعرفوا اش واقع. هذيك الدريه باقا ما كملاش السن ديال القانون، ما عندهاش 18 عام، يعني ديما غتكون مظلومه، غتقول البوليس بلي هذا الحق عليا ودار ليا ودار ليا. والديها مقرين الفيلم مزيان، فقيها كيشوف فسولو البوليس كيقولوا ماشي ما كاينش، اللي وقع اللي وقع، جات عندي ما عندناش فين تبات، كتبكي عليا درت فيها خير، بالفجر جيت باغي نفيقها تمشي في حالها دارت ليا دروينه، ولكن ما هو والديها كيخرجوا عينيهم وهادي وهادي. هذاك فقيه معاه يعني بقى كينكر كينكر كينكر، يعني هذاك الناس اللي خصوصا الكوميسير اللي مكلف القضيه حاول يعني يبات لي القضيه في شكال، الوالد ديالها الوالده ديالها معاها، فقيه يعني كيشوف وسولوا عليه الناس، والدي الله يعمرها دار سنوات والله يعمرها دار كيدير الخير كاع، هو غتسبق لي يجيب دري الجامع شي حاجه انا ما راكباش. بقى غادي يقول لهم انا راه صونيت لباها وراها لا مارا، قلبوا التليفون ديال باها راه صونيت ليه. غياخذوا البوليس التليفون من عند فقيه غيشوفوا ديك النمره لي صونا ليها اللي عطاتو البرهوشه، غادي يلقاو باللي هذيك النمره ديال الدريه الصغيره. ملي غيشوفوا باللي النمره اللي صونا ليها الفقيه ديال الدريه ما كاين فين ينكر، انت كيفاش دبرتي نمرتها؟ وهاد الخدعه الخوتي اللي غيحاتو فيها كما قلت لكم في الاول باش ملاتي لي ديك النمره. والفقيه بقى عنده حل واحد، الوالدين ديال ديك الدريه طلبوا منه باللي راه الحل الوحيد نسمحوا نفضيو الروينه هي يتزوج بديك الدريه ويسرها. وهنا عثمان عرف الفيلم، الدريه بغيت تروي الى الصحوه ليه باش يفيروها من شي بلان اخر ولا شي حاجه ولا ياخذوا شي حاجه. من بعد غادي يفهم باللي البلان فين كاين، طلبوا ليه في الصداق يحط 5 مليون عاد يزوجوا لديك الدريه. في الاول عثمان ما غاديش يبغي، اوه بلان بحال غير يعيش كاع، اللهم الباطل وضرب الحباسات ولا سق لك بنادم مونتي في اللي ما يدير فيه والو. ولكن الناس ديالو والناس اللي بقاو تايقين فيه والمعارف ديالو غادي يقنعوه باللي راه يجمعوا معاه تما الفلوس، غيديروا معاهم يدي يجمعوا معاه هذاك المبلغ غيخرج هذيك البلاصه ماشي ديالو. غادي يخرج عثمان وغيتفاهموا باش يتزوج بديك الدريه ويعطيها الصداق اللي بغات، ومراته الاولى ما تعقدش به حتى هي مشات في حالتها عند والدها، والمشكل ديالو دابا غيفك هذا المشكل. ولكن البوليس طبيعة الحال يعني ما غاديش يحدو من هنا، ديما لونكيت خدام وديما البحث خدام. ما جا في النهار اللي غيتزوج عثمان بديك الدريه البوليس مازال خدام في الكواليس، شنو غادي يلقى؟ غادي يلقى باللي باها لاكارت ديالو كل مده مده يعني كل اشهر كيبدل السكنه ديالو، مثلا انت ساكن في كازا واحد المده كتولي ساكن في اكادير، كدوز واحد المده كدير شهاده السكنه وتاخذ لاكارت اخر ديال مدينه سيدي سليمان وهي كدور. ملي غيحقو مزيان غادي يلقاوه بزاف ديال القضايا ديسيون في الكوميساريه، وشنو هاد القضايا؟ كيحط الباطل على بنادم باللي شي واحد كيبغي يكرفص ليه على بنته. وانا فين البوليس غيعاود يديروا لونكيت من الاول، وغيتقطعوا عليك الدريه حتى نهار وغتقول لهم بلي هادشي ما كاينش، وغتعاود لهم الفيرجن الحقيقي اللي قال فقيه بلي رجعت عنده ومتفقه هو وباه وامها باش يديروا هاد النصبه ودارو على شحال من واحد. وهكا غيتفرج فيلم ويخرج منه الفقيه الحمد لله براءة، وهذوك خوتنا غادي يتحاسبوا بالنصب. شوف اخوتي اخواتاتي كيفاش بسهوله يعني كيطرم عليك الباطل. وانا عارف الخوت بزاف ديال الناس متابعيني يعني كتلاقى معاهم يعني بزاف ديال البلايص، واش يعاودوا لي يعني اغلب المشاكل ديالهم هي الباطل، يعني كتكون تزويوان وديما الدرويش ديما كيطلع عليه شي باطل اللي كيكون خايب، شي باطل اللي كيريبو ولا كيهرسو ولا كيصيفطو. داك اللي غنبغي نقول لك اخويا ولا اختي قد ما ظلمتي ما تنساش راك الرب الكون، اي ضيعتي شي واحد في الحق ديالو. وكما العاده اصدقائي وصلت لهنا خلي شي تخربيشه نشوفك بها، وكما العاده اصدقائي الى وصلت لهنا خلي شي تخربيشه باش نشوفك، وتحياتي للجميع وما تنساوش تدخلوا معنا في الصفحه والقناه. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.